كابتن عادل، الف مبروك، فوز غالي للنادي الاهلي النهارده، بس موسم شاق جدا جدا قوي جدا، قوي، حتى باين في بعض الاوقات على بعض اللاعبين. انا مشفق على اللعيبه جدا وعلى الجهاز الفني صحيح. وعلى المنظومه الرياضيه في النادي الاهلي. يعني انت بتتكلم على منظومه كره القدم في النادي الاهلي بالفريق الاول بالذات، بتخرج من بطوله لبطوله، من هدف لهدف، وبعدين عندك مشكله كبيره. يعني في انديه ممكن انت ترتاح انك تاخد بطوله وتركز فيها قوي، وفي نادي تاني ممكن يعني يقول ان انا اعمل اداء مشرف. ايوه، لكن انت النادي الاهلي، وغير كده كمان عندك مشكله كبيره. انت عندك مشكله في ايه؟ ان انت بتلعب في بطولات متنوعه وكلها متداخله، يعني بمعنى انت مش بتخلص بطوله وبتروح لبطوله، فسمه وصفات البطوله والمباريات بتاعتها بتبقى شكلها ماشي رتم واحد. لكن انت بتتكلم انا بلعب على بونت وابنات مثلا في بطوله افريقيا، مجموعات انا عايز اجمع، وبعدين بلعب بره وبعدين بلعب جوه. الطريقه دي ان انا احافظ على كام بونت اجمعهم علشان اوصل للاول، وبعدين تخرج من دي لمباراة الدوري لازم اجمع نقاط، لازم اكسب النهارده، وبعدين تروح لمباراة كاس عالم، وبعدين كاس عالم فعلا للأندية، بروح لفرق كبيرة جدا لازم ادافع معاها، ولازم لانها من الفرق الكبيرة في العالم لازم ادافع، ولازم نشتغل ولازم نجتهد، وتخرج منها وترجع على افريقيا تاني، وبعدين تروح من افريقيا لسوبر، وبعدين من سوبر، وبعدين انت كمان من الناس اللي هم الناس بتستنى لك. انت خدت الدوري وكسبته وعملت كل حاجه في ماتش بيراميدز، الناس بتتكلم يعني، حتى انت مريح لعيبه او ما كانش يتواجد لعيبه عندك، الناس بتقعد تتكلم عليك وتقول لك انك انت خسرت، انك انت مسليين لك الواقعه. فانت الضغط، كل الضغط العصبي اللي بكلمك عليه ده مع المدربين، وكمان التحضير، المدرب لما بيجي يحضر في مباريات بيحضرها للاربع خمس مباريات الاماميه. يعني انا دلوقتي عاوز العب مباراه في الدوري، بعد مثلا الخارج العب الاسماعيلي. ايوه، على ما بتشغل حيز من تفكيرك بقى بتشغل. لكن انت ما بتقدرش تعمل دي، ما عندكش انت الاريحيه دي كنادي، لانك انت بتشتغل على انك انت كل ماتش بتشتغل على مكسب. كل ماتش بتشتغل ازاي انت راجل عايز تعدي، لو في بطولة عاوز تعدي توصل زي النهاردة لدور الثمانية عشان تلعب بدور الثمانية. الحاجة الثانية المهمة ان انت الموسم بتاعك غير الاندية كلها. الموسم الاندية بيبقى محدد لها البرنامج بتاعها، يعني ازاي في فرق مثلا بتلعب تعمل اعدادها تدخل تاخد الدوري، وبعد ما تاخد الدوري تشتغل على ماتشات كل اسبوع كل اسبوع.